البيطري واحد من أهم الحيوانات، وأنا اللي بعتبره شخصيا جميل جدا ويسعدني دوما إني أشاهده، خاصة عندما يتنقل برشاقة ورزانة وأصالة. نتحدث طبعا اليوم عن الخيول. الخيول تعقيبا على كلامك خالد بتحس فيه هيك له هيبة غير شكل من الحيوانات، مع انه انا بفضل الاسد، بعرفش ليه بحسه هيك شخصية بحس رائعة. الخيل هيك شوي جد يعني راقي، بالفعل راقي وأصيلة في كل ملامحها في كل تفاصيلها الجسمانية، وعلشان هيك هو ماخذ شوي يعني حصته منا وحبنا لإله. أكيد رح نتحدث عن بعض الأمراض والأعراض اللي بتهدد حياة الخيل بكل تأكيد، ورح نتعرف عليها من خلال ضيفنا في الأستوديو دكتور بلال أبو هلال المحاضر في جامعة النجاح الوطنية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، حياك صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور، يعطي العافية. الله يعافيك. يعني في البداية قبل لا نغوص في تفاصيل الأمراض والأعراض وإلى ما ذلك، الخيل على إيش بيعتمد في صحته الجسمانية حتى يبدو بهذه الرزانة، بهذه الأصالة التي تبدو سواء حين تنقله، حين استخدامه في أمورنا الزراعية، أو حين يعني ركوبه؟ الخيل حيوان مكرم، وحيوان ارتباطه بالإنسان القديم الأزل، وله خصوصية تامة عند العرب. يعني العرب من السباقين في تربية الخيل والعناية بها. الخيل ملخص حياته وصحته هي الإدارة. الخيل معقود بنواصيها الخير، والمنفق على الخيل كالمنفق في سبيل الله حديث، والمنفق على الخيل له أجر شهيد. من يقرر اقتناء الخيل كمن يقرر الزواج وإنجاب طفل. العناية بالخيل عناية مستدامة، صحته بإدارته. على سبيل المثال من المغالطات الموجودة بالخيل، الخيل ما بيرتبط جوات داخل حضيرة أو داخل الإسطبل ويترك. الخيل يوميا عنده التطمير، التمشيط، رياضة الصباح للخيل، للخيل ورياضة المساء ضروري جدا. الخيل قوته وصحته بأقدامه وحوافره. فإحنا بنحكي دائما للطلاب عنا إنه الخيل في جسمه 5 قلوب، قلب موجود في الصدر، وأربعة قلوب كل قلب موجود في حافر. فصحتها بصحة الحيوان. يعني حيوان بعرج، وهي من أكثر أمراض، يعني بنلخص أمراض الخيل بشغلتين: العرج والمغص. العرج والمغص. فبالتالي تربية الخيل تعتمد على الإدارة والدراية في كيفية الاعتناء بالخيل، ليست كالحيوانات الأخرى أو الطيور التي يتم اقتنائها في البيت. هناك معايير بسيطة جدا بالطعام، بالأكل، بالنوعية الإسطبل أو البيت لسكن الخيل. يعني بديش أحكي يعني بكلمة إنه بنسبة تقريبا 75% من يقتنون الخيل مقصرين. من أي ناحية تقريبا هذا التقصير؟ من ناحية التقصير في اقتناء الخيول. البيئة اللي بيعيش فيها الخيل، نوعية السكن او الغرفه اللي احنا بنقولها الاستابل او الحضيره، لكن فعليا احنا بنظام الغرف المغلقه، بنظام المغلقه. يعني لازم يكون مطابق المواصفات الفرشي. يعني الخيل اما على قش واما على نجاره. التنظيف اول باول، ممنوع يكون الاوساخ او البراز موجود، الفضلات موجوده على الارض. الاكل ومكان الاكل والشرب، ممنوع وجود نتوءات حديديه من لما بيعملوا البيت بضل فيه نتوءات من زوايا او صحيح. او الى اخره. فانا كطبيب بيطري كثير بطلع بعالج خيل من الجروح نتيجه هذه النتوءات اللي بتكون في هذه المنازل، من هذه المنازل. هاي عندنا نقطه. النقطه الثانيه بالوقايه من الامراض، يعني اعطاء مضادات الديدان، التطعيمات. يعني في تطعيمات احنا بحكيها للاسف يعني
نظام التطعيم اللي موجود في الخيل غير متوفر في مناطق السلطة الفلسطينية، متوفر بالداخل المحتل وغالي الثمن وتوفيره صعب جدا، وما في عنا برنامج وطني من الحكومي، برنامج وطني زي الأغنام والأبقار لتطعيم الخيل، مع عنا تقريبا إحصائيات قديمة، يعني أنا بحكي لك بجزء إحصائيات من 10 سنين أو 15 سنة، في عنا 100,000 رأس من الفصيلة الخيلية ما بين خيول وبغال وحمير، وهذول كلهم باتصال واحد موجود عندنا باختلاف قابلية كل صنف منهم أو كل نوع منهم. بحاجة لمثل هيك اهتمام صراحة. إحنا بحاجة اليوم في إقبال، يعني اليوم في بالعكس اليوم اقتناء الخيول ورياضة الخيول هي لتفريغ الطاقات الشباب موجودة، وإحنا بننصح فيها، يعني إحنا بننصح بوجود نوادي لو مركزية في كل محافظة، وعندنا يعني نادي الخيول الفلسطيني موجود عندنا، الاتحاد العام للفروسية الفلسطيني ينطوي تحت اللجنة الأولمبية، احنا بحاجة لتفعيل مثل هاي شغلات من حتى يعني في عندنا هواة كثير، واليوم في حتى من الجيل الناشئ من الأطفال في مناطق زي نابلس زي رام الله في نوادي فروسية بروحوا يتعلم الفروسية. صحيح. في الجنين موجود، فإحنا بحاجة لهذا النوع متنفس ورياضة وتهذيب. يعني اقتناء الحيوان أو الحصان مسؤولية يترتب عليها تنظيم وقت صاحب الحيوان أو المالك. نعم. دكتور بلال، يعني ما تفضلت فيه تقريبا ممكن نحكي هي أمور ممكن نقصة أو الإهمال فيها بيهدد حياة طبعاً. الخيل، لكن هل هناك في فرق بالاهتمام ما بين إذا كان الخيل هو لأمور الترفيه اللي حكيت عنها أو ترويح النفس، أو يكون هو خيل مثلا لأمور العمل. الزراعة أو أمور العمل؟ هاي اليوم تقريبا خيول العمل شبه قلت بنسبة عالية جدا لتوفر الأمور الأخرى التكنولوجية، يعني مثل الحراث وإلى آخره. حتى قبل على مثل نابلس كانت معظم البيوت والعمارات تبنى، المواد البناء تنقل على الحمير موجودة، يعني هذا الحكي، ولكن اليوم قلت، يعني الحراث قل، جر العربيات قل، ولكن موجود، وفي ظلم حقيقة للحيوان العامل أيام العمل. نعم. يعني في ناس يعني لا يعني الواحد مش عارف كيف بده يحكيها، ايام على 24 ساعه بضل شغال، يعني ايام الزيتون بيحكي بجيب وبحكي، وبعد ما يخلص منه الحيوان خلص بطلكوا خليه ياكل لحاله مسكين. يعني كنا قبل احنا نشوف لحد الان في بعض الناس مثلا بهذا البرد هسه تشوفي لو تفروا على القرى او تلقى الحيوان بالمطر مربوط على الجبل، يفش له مكان يرتبط فيه أو مكان لا يقي من البرد ولا الظل ولا ولا ولا، فهذا إهمال. يعني إحنا إنه هذا الحيوان اللي أنا جايبه سواء حتى للرياضة، ولسه أنا بحكي لك الظلم اللي موجود على الخيل الرياضية أكثر من الخيل العامل. اليوم اليوم في انتشار إلها. اليوم الخيل بتمرض، بصير عندها عرج. طبعا إحنا كأطباء بيطريين في إنه تصنيف للعرج، قد يستريح الحيوان سنة ممنوع يمشي، يعني عندي أنا منع من الرياضة من شهرين، من شهر أقل شيء لسنة، ما برضو بيعطوا الأدوية وكذا المسكنات عشان يركض، وهي مشكلة جدا، وهذا بفاق مشاكل العرج إلى مزيد. يعني خالد أحكي لك شغلة، الناس ماخذي أو خصوصا أصحاب الحيوانات ماخذين صيغة خاطئة عن الخيل. الخيل إبداعه بيبدأ قمة العطاء تبعه بعمر 7 سنين. الخيل مش لازم يرتكب ويستخدم للرياضة بعمر أقل من 3 سنين. ليش؟ هذا سؤال. احنا بننش كما بشوف انت احس خيل وهي ماشي بنزل عنها تلقاها مقوس ظهرها، بسموها مسرجي. هذا السبب ايش؟ طبعا هذا حكي سبب اداري مثل ما حكيت لك. الخيل تعظم الغضاريف لا يكتمل الا بعمر 3 سنوات. فبالتالي لما يشوف الخيل صار طويل يلا خلينا نركبه على عمر سنة ونص، هاي الغضاريف اللي موجودة بعدها مش متعظمة، فبالتالي بصير فيها انحناء. هاي اولا. ثانيا العظام والأوتار الموجودة. فبعد 3 سنين يعني خيل الركوب السباق بيبدأ التمرين على لها بعمر 2.5 سنين، يكتمل على 3 سنين، واللي بيبدأ يطبع فيها احنا بنحكي يسعيسها
أوزان خفيفة جدا، قد يكونوا شباب صغار أو أطفال يبدوا يمشوا فيها. 3 سنين خيول القفز لا تشارك في مسابقات عالمية إلا بعمر 7 سنوات. وهذه نقاط لابد الانتباه لإلها. اعمل تقرير على فلسطين، شوف أكبر سن خيل عندنا كدش في فلسطين، يعني بتلقاهن معدودات على الأصابع اللي عمره فوق 15 سنة ولا 17 سنة فما فوق. طب دكتور، يعني بصراحة معايير شراء أو اقتناء أي خيل، على إيش أطلع؟ أنا بدي أشتري كمواطن خيل، على إيش أطلع بالخير؟ حتى يعني مثل ما بنحكي ما نغشش بالسوق. احنا بنسميه هاي المشكلة، انه لحد الان الثقافة موجودة عندنا بشراء الحيوانات بشكل عام. شراء الحيوان لا يتم الا بوجود شهادة بيطرية صحي من طبيب بيطري. يعني انا حتى لو بدي اروح بها واعجبني انا كهاوي للخيل، لازم اجيب يبقى مصاحب للخيل شهادة صحية. في عندنا احنا بنسميه البادي سكور، يعني سكيل او معايير مقاييس من 1 لـ5 تقييم. احنا لما نشوف الخيل انه اضلاعهم مبينه ولا مش مبينه، ضعيف ولا لا، نوعيه الشعر الفرو الشعر اللي عليه لماعه ولا لا، وجود افات، وجود علامات مرضيه من وراء، بنطلع انه الظهر تبعه الكفل يعني منطقه الكفل انها مربعه فيها زوامن ضعفه ولا منحني. يعني هذا سكيل موجود، انه الشهاده الصحيه هل ماخذ التطعيمات ولا لا، ماخذ الددان ولا لا. هنا هاي شغله بسيطه، في عندنا فحص مهم جدا انه الحيوان قد يكون في بالراحه لا يعاني من امراض في الرجل. الخيل جري، الخيل قوائم، فبالتالي اذا حيوان مرتاح بجوز ما تبين عليه، يمشي 5 دقائق 10 دقائق يشد عليه يصير يعرج، فبالتالي برضو بده فحص للقوائم اللي إله. وكثير بصير حالات غش، يعني بالزمانات تعرضنا لحالة انه واحد اشترى حصان بعد يومين صار يعرج، جيت عليه فحصته قلت له عم هذا عنده مرض مزمن، وكان منع معطي مسكن ألم عشان ما بين عليه. يعني في نقول طيف واسع من الشروط لشراء الخيل. والخيل اللي بنحكيه احنا معايير الشراء اللي إلها خصوصا خيل السباق اليوم معروفة، يعني ابن مين وبنت مين وأبوها، هذا النسل موجود ومهم. احنا يعني النادي الفروسية او اتحاد الفروسية الفلسطيني عم بيشتغل يعني على هذا الحكي، انه يصير عندنا احنا برضو عملية تصنيف عندنا من الخيل الاصيل العربي الاصيلي وخيول العرض موجودة عندنا كفلسطينيين، سواء كنا في الضفة وسواء كنا في مناطق 48، يعني في دائما بيشاركوا في حتى عالمي عن طريق الاتحاد العالمي للفروسية بيجوا عندنا وبأريحة بيساووا هاي العروض. فعملية الشراء لها يعني دكتور بهاي الجزئية بعملية الشراء ايش الأسعار اللي بنتحدث عنها؟ يعني انت بتحكي عن الخيل العادية تبعت يعني الشغل تقريبا. الشغل اللي يعني تعون الشغل من 3000 4000 شيكل 5000 شيكل، تعود السباقة توصل إلى 60-70 ألف شيكل. وإحنا دير بالك يعني بعد مش واصلين للأرقام الفلكية، بده بزيادة الفلكية جدا جدا، ومعظمهم هواة يعني اللي موجود عندنا، لأنه في بعض المناطق بنتحدث عن ملايين للخيل. 100 مليون كان في حصان نسيت شو اسمه، يعني كان سعره 100 مليون دولار. دكتور بلال، تفضلت في بداية الحديث يعني تطرقت لموضوع الأمراض، حكيت إنه في إشي ممكن يكون مغص. طبعا هن إحنا بنحكي إحنا أمراض الخيل اثنين، يعني بكل بنشملهن تحت إطارين، العرج ومسبباته كثير، سواء أمراض في الأعصاب، أمراض في الأوتار، أمراض في العظام، أمراض في العضلات اللي موجود عندنا، أمراض في الأوعية الدموية ماشي. وفي عندنا المغص، والمغص جميع الأجهزة الموجودة في البطن، قد يكون منشأها الديدان في الجهاز الهضمي، قد يكون حصوة في الجهاز البولي، قد يكون في الكبد، قد يكون جلطات موجودة ومسبباتها كثير. ومسبباتها كثير. احنا عن الخيل اللي عندنا معظم الخيل اللي قاعدة بتموت عندنا من مغص، والمغص أشياء كثير مسببة له ما بيكون ملاحظ بالنسبة اللي صاحبه اللي مالكه. وفي هو المغص أحكي لك إذا كان المنشأ يعني على حسب المسبب له، يعني بنسبة عالية جدا اللي موجودة ممكن يعالج، ولكن في بعض الحالات تكون حالات النفوق بها نتيجة انسداد الأمعاء، التواء الأمعاء، هاي شغلات انسداد الأمعاء في الديدان. يعني احنا في كلية الطب البيطري اجى عندنا مرة مهر شرحناه عمره 7 شهور، طلعت منه 960 دودة اسكارز من المعدي
حتى المستقيم عبارة عن زي الصوف، موجود الصور موثقة عنا وحتى فيديو لهذا الحكي، نتيجة عدم إعطاء طاردات الديدان، وهي شغلة بسيطة جدا، شغلة موجودة يعني متوفرة هاي عنا وفي برنامج إلها. يعني الشغل الخير حكيت لك إدارة، يعني إحنا العرب لا كان عندهم طب بيطري ولا كان عندهم هالأدوية ولا، ولكن الخيل عنده أغلى ما يملك، أغلى من ابنه، أغلى من مرته، أغلى من عشيرته، أغلى من أهله. صحيح. الخيل ما بفرط فيه، العناية فيه معروفة. العرب قاعدة حرب طاحنة دحس والغبراء 40 سنة على خيل. صحيح. فإحنا عندنا علاقة وثيقة جدا، إحنا العرب أحق صدقا يعني بما يتشدقوا في الغرب بالنسبة للخيل. لا، لحد الآن الخيل العربية معروفة، يعني هي الشغل الوحيد كعلامة تجارية للخيل العربي، ومن أجمل الخيول، من أجمل الخيول في العالم الخيل العربي. تتغنى فيه الدكتور. نعم. تتغنى في الخيل. الخيل حلو رائع جدا. الله يسعدك دكتور. احنا بدنا نعرج قبيل لننتهي لموضوع، طبعا أشرنا منذ بداية الحديث لإله إلى جانب الخيول، موضوع داء الكلب، ايش فعليا وآلية الانتقال اللي بتصير من خلال الحيوانات؟ هي حقيقة داء الكلب اللي في جضة إعلامية هسه جديد تقريبا لحوالي 15 حالة 17 حالة شخصت في شمال فلسطين، وهي ليست في الكلاب ولكن في الحيوانات الجارحة اللي هو الغريري. داء الكلب داء قديم جدا، لكن طريقة انتشاره عن طريق يعني الخوف انه يتفشى في الحيوانات السائبة، وخصوصا احنا بمناطقنا الموجود اللي هو الكلاب والقطط. طبعا داء الكلب ميزات او صفات الكلب المصاب بداء الكلب، اول شيء شرس، يكون بعض اي شيء امامه، حجار، اشجار، اسلاك، عمدان، يعني اي شيء، ويكون هائج. طبعا هذا في الطور الاخير من داء الكلب، لانه بعد يومين ثلاثه بجوز يموت. هذا الطور العصبي او الشرس. وفي الطور الصامت، الطور الصامت الحيوان المصاب خصوصا الكلب بروح على مكان هادي بالعتمة وبنام، لانه هذا المرض طبعا عن طريق العض، ومش كل عضة بتؤدي الى داء الكلب. حتى لو كلب مثلا لا سمح الله مصاب وعض بني ادم فوق القماش، رايح القماش هذا يفلتر اللعاب، فبالتالي اللعاب مش رايح يدخل جوا. نوعية العضة هل هي عميقة وصلت نهاية الأعصاب ولا لا؟ عملية حضانة المرض يعني مكتوب انه من شهر لثلاث شهور، لا قد تصل الى ثلاث سنوات، لانه مثلا واحد انعض بطرف اصبعه الصغير بقعد سنين تا يصل الدماغ يهاجر. بينما واحد انعض فترة حضانة المرض برقبته بجوز بعد خمسة ايام تظهر عليه. كلب عقور مصاب فتختلف. احنا هسه بهاي الفترة الشتوية بنعرف انه الكلاب بتظهر يعني بوقت مبكر لانه الظلام بيمشي، فاحنا بتعرف هاي مشكلة عميقة وتضر، واجت تقرير عليها قبل بطرق مكافحتها والى اخره، ولكن جميع الطرق اللي موجودة كانت غير عملية، فبالتالي موجودة هاي الكلاب وفي شكاوي موجودة، فبالتالي انه احد بهذا الوقت خصوصا انه بحاول انه المناطق اللي فيها كلاب ما تهدا. وفي على فكره يعني شغله، انه اليوم في طعم للحيوانات البريه موجود على شكل طعام يحط في المناطق المنتشره فيها الحيوانات البريه وحتى الكلاب السائبه عندنا لثلاث سنين هذا الطعم، واسرائيل شو اسمه بشكل حمايه ووقايه سواء للمواطن او حتى للكلاسيك بزتوها، حتى باسرائيل بزتوها بالطيارات بزتوها. احنا ممكن مثلا مناطق السلطه انه عندنا او وزاره الزراعه انها تقوم بشراء هذا لا سمح الله قبل لا يصل عندنا طبعا. وهذا يعتبر هسه داء الكلب يعني هو في حاله طوارئ موجودة عند الاحتلال، ولكن هو انتشاره عنا زي انتشاره عندهم، فبالتالي واحد هم متكفلين تقريبا في المناطق القريبة المحيطة. هنا نقطة مهمة جدا، من خلال البرنامج بنأكد يعني بارح على البنر اللي لكم انه وزارة الزراعة تدعو لتطعيم جميع الحيوانات الأليفة من رخصة اقتناء الحيوان الأليف خصوصا القط والكلب في البيت بالقانون. هو مع هو ان يملك صاحب الحيوان شهادة تطعيم ضد داء الكلب للحيوان. يعني من خلال برنامجكم بحب أحكي هاي الكلمة بالقانون، أنا بحكي لك بالقانون مش بالعرف والتقاليد، بالقانون كل شخص يمتلك كلب أو قط غير مطعم ضد داء الكلب اقتناءه غير قانوني.
غير قانون. يعني لا سمح الله الكلب اللي له لو عض بني ادم وبني ادم شكى عليه اول مره يطلب منه الشهادة. وين شهادته؟ الشهادة. الطعم موجود ومتوفر ماشي. وهي نصيحه انه حتى اللي بيقدموا على شراء الحيوانات اهم نقطه تكون معهم شهاده تطعيم للكلب قبل يجيبوا عندهم. وهذه نقاط مهمه مشاهدينا الاعزاء، خاصه فيما يتعلق بداء الكلب. النقاط اللي اشار لها الدكتور ضروريه لانها تكون متوافره، ويعني حرصا يعني، لانه احنا بنعرف كثير من الاهالي وكثير من الاشخاص بحبوا اقتناء مثل هذه الحيوانات سواء الكلاب او القطط. يعني مثل ما تفضل الدكتور بلال، فيعني ليش الواحد يتاخر صراحه؟ لا يكون في مأمن هو وعائلته والناس اللي بزوروه كمان، خاصه انه انا عندي رهبه من بسلسل الكلاب كمان. فلا هيك خلينا نكون في الطريق الامن، بكون افضل مشاهدينا. احنا نشكرك جزيل الشكر دكتور بلال ابو هلال المحاضر في جامعه النجاح الوطنية، شكرا جزيلا لتواجدك وإيانا.